كما تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماده السيد دييغو ميليادو باسكوا سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكد السفير الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر دييغو ميليادو بأن الجزائر تعد شريكا مميزا وضروريا وأساسيا بالنسبة لاتحاد أوروبا. وعقب مراسم تقديم أوراق اعتماد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كشف السفير الأوروبي الجديد عن أمنيته في زيارة الجزائر والاتحاد الأوروبي أيضا، يعملان في إطار التضامن المتبادل، مؤكدا أن سيعمل من أجل تحقيق ذلك باعتبار أن الجزائر تمثل شريكا مميزا وضروريا وأساسيا أيضا بالنسبة إلى أوروبا. سفير الاتحاد الأوروبي الحالي في الجزائر هو دييغو ميلياتو، تم تعيينه كسفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر في عام 2023. تولى هذا المنصب خلفا للسفير السابق فرانسو كونيه. هذه الزيارة تهدف إلى تمثيل مصالح الاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثل التعاون الاقتصادي أيضا والتجاري، تعزيز الشراكة التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد يعتبر أن الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للجزائر. ثانيا، التنمية الاستثمارية، التعاون في مجال التنمية المستدامة مثل الطاقة المتجددة، الابتكار أيضا، والتعليم والقطاعات الاقتصادية الأخيرة. ثالثا، القضايا السياسية والدبلوماسية، هي تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بشأن القضايا الإقليمية والدولية مثل الأمن ومكافحة هذوك الناس والتعزور خاك شايف ما كلها نذكرهم. أيضا ذكروا بالمجالات الثقافية والاجتماعية، هي التعاون في مجال الثقافي التعليمي وتطوير المجتمع المدني. ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نشوفوا الجزائر في ازدهار، نشوفوا الجزائر في تطور هك شايف، ولات الجزائر مهتمه بالنسبه للاتحاد الاوروبي لهذه الدرجه في هذا الوقت هذا سيرتو هذا العام هذا. ان شاء الله ربي يقوي الاقتصاد نتاعنا وهك شايف تولي عندنا علاقات مع الدول الاجنبيه متطوره هك شايف. اعتبر السفير ايضا ان لقائه مع الرئيس عبد المجيد تبون كان فرصه هامه لاستعراض العلاقات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، والتي تعد بحسبه بأن الجزائر غنية وكثيفة ومتنوعة، لا سيما التبادلات التجارية وأيضا الاستثمارية. كما استغل السفير الأوروبي الجديد فرصة لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون على تهيئته باسم السلطات الأوروبية بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية. حنا نتمنوا للجزائر نتاعنا إن شاء الله نتمنوا لها كل خير، نتمنى لها التقدم والازدهار في المستقبل ان شاء الله، وتكون عندنا فهمت تكون عندنا اقتصاد قوي يولي العالم خاطر مكشي العالم يامن بالقوه راك شايف، عندك القوه يامن بك يخاف منك يدير لك الف حساب. هذه هي اخبار تاع اليوم، نتمنى نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، ما تنساش دير جام. سلام.